الاهلي، يحيى عطيه الله وده محسن الشحات وخالد عبد الفتاح وده مبرس تاو. لكن اهم مفاتيح الاهلي الهجوميه ايضا اطراف النادي الاهلي عن طريق يحيى عطيه الله وخالد عبد الفتاح. قليل في النواحي الهجوميه شويه، لكن شفناه في المباراه السابقه امام السادة بيجان بيصنع من كره عرضيه لمحمود كهربا. بكل تاكيد الاظهره بتلعب دور كبير جدا يا كابتن اسامه طبعا في النواحي الهجوميه وتكثيف الناحيه الهجوميه بالتعاون طبعا مع الاجنحه. احنا قلنا ان الفريق البنك الاهلي عنده برضو مشاكل في ناحيه الدفاع، ما عندوش التوازن اللي قلنا عليه ما بين الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، فبالتالي الدفع بالاظهره وان هم يساهموا من الناحيه الهجوميه مع تغطيه طبعا مروان وكوكا في نص الملعب والتغطيه وقفل المساحات هتمكننا ان احنا نعمل ممكن زياده. ممكن نشوف النهارده يوقا النور كابتن طارق مصطفى يرمي يوقا النور على يحيى عطيه الله. انا عارف ان بطبيعه الحال يحيى عطيه الله بيهاجم اكتر من خالد عبد الفتاح، فممكن يوقف يحيى عطيه الله عن طريق يوقا النور النهارده ويقفل الحته دي للنادي الاهلي. انا شايف كده ان هو لازم يامن الناحيه الدفاعيه عند طبعا في الجهه بتاعتي يوقا النور، خاصه الناحيه الثانيه عند اسحاق يعقوبو في هنا مشكله قد يستغلها بيرستاو بشكل كويس ان هو ما عندوش التغطيه العكسيه او التغطيه السريعه ما بيعملهاش بالشكل القوي، بالتالي بنشوف لما بيكونوا دايما ثلاثه ورا يا كابتن اسامه اي لعبه سريعه شبايه او في ترانزيشن او حاله الارتداد من الناحيه الدفاعيه للحاله الهجوميه من النادي الاهلي لو عملناها بشكل سريع هنقدر ان احنا نستغل المساحه اللي دايما بنشوفها في خلف طبعا اسحاق ويعقوب او حتى باسيون، لان احنا قلنا نقاط القوه عندهم هي نقاط الضعف. زياده الاظهره عندهم مع الاجنحه مع وياو النور او حتى طبعا اعتقد النهارده احمد ياسر عيان واسامه فيصل الناحيه الثانيه ده بيشكل خطوره نقدر ان احنا نستغلها في الارتدادات السريعه وان احنا نلعبها بدقه في خلف الاظهره، بالتالي هيمكننا ان احنا نخلق فرص بشكل كويس جدا ونخلق خطوره على دفاع البنك الاهلي. عندهم مشاكل كبيره جدا في الناحيه الدفاعيه، عايزين نقول ان هم في الثلاث مباريات استقبلوا 6 اهداف وقلنا الموسم الماضي استقبلوا 45 هدف وثالث اضعف خط دفاع في الدوري المصري، لانهم لسه الربط ما بين الخطوط عندهم فيه مشكله كبيره جدا. دايما هنشوف لو معانا الحالات جاهزه دايما في الثلاث مباريات السابقه الكور بتتلعب في خلف الاظهره، اسحاق يعقوب عنده بطء في الارتداد لان هو بيعمل مجهود كبير جدا في الناحيه الهجوميه. نفس الكلام سعيد وسيمبول اللاعب اللي هو قلب الدفاع دايما بيشارك في الكرات الثابته والكرات العرضيه او الركنيات. خلي بالك سعيد السمبوري النهارده هو بيلعب وسط في نص الملعب فالنهارده بيلعب قلب دفاع تغيير لمركزه النهارده بالظبط. فبالتالي احنا هنا هو ليه عمل كده لانه شايف وجود قفشه وكوكا اللاعيبه كوكا طبعا بيساهم برضو في صناعه اللعب وبيبقى ليه دور هجومي بشكل كويس، فبالتالي هو اعتمد على سعيد النهارده سومبوري ان هو يقفل على كوكا او يقفل على قفشه، فده برضو شغل تكتيكي من كابتن طارق علشان يامن وهيبقى اقرب لقفشه تقريبا اكتر شويه، هيكون اقرب لقفشه طبعا هيقفل على قفشه. طب خلينا